بهذا المفاعل الإخواني سوى الأستاذ ثروت الخرباوي الكاتب والمفكر الكبير. أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ حمدي. أنا حقيقي يعني مش يعني لن أجادل سيادتك في كثير من المعلومات، أنا يهمني الناس تفهم الناس دي بتخطط لإيه، الخطوة المقبلة للجناح العسكري الإخواني. الإخوان عادوا الجناح العسكري لنشاطه القاسي والعنيف. السؤال، محمد كمال في هذه البؤرة كان إيه؟ هو أولا أنا هبدأ بس في تصحيح مصطلح. تفضل يا فندم. مصطلح التصفية هو في الحقيقة مصطلح التصفية سياسيا بيستخدم على أن هناك رجل آمن سالم ثم قامت الشرطة بقتله فيسمى هذا الأمر تصفية، إنما الحقيقة هو مقتل محمد كمال. مقتل محمد جمال كمال. محمد كمال وليس تصفية محمد كمال. مقتله أثناء تبادل إطلاق الرصاص. وفي ناس من الإخوان ومن غير الإخوان قالوا إزاي يعني ده راجل فوق 60 سنة أو عنده 60، ويعني كان من المستغرب أن يحمل سلاح وأن يقاتل. لا، لأنهم ما يعرفوش محمد كمال اللي بيتكلموا كده، أو بيحاولوا يوهموا الآخرين أن هناك يعني رجل مسالم لا يعادي أحد وأن فكره فكر سلمي. الحقيقة محمد كمال وفق اعترافات محمود غزلان وفق اعترافات عبد الرحمن البر مفتي الجماعة، ومحمود غزلان كان المتحدث الرسمي لها في تحقيقات النيابة العامة في شهر فبراير سنة 2015، قالوا ايه عن محمد كمال؟ قالوا كلام يدل على ان محمد كمال هو عبد الرحمن السندي بتاع العصر الحديث، هو مسؤول التنظيم السري الخاص، هو مسؤول التنظيم المسلح، هو المسؤول عن عمليات القتل وعمليات الاقتيال وعمليات التصفية التي تمت، واللجان النوعية والذئاب المنفردة. هي كل اللجان النوعية دي كلها مسمى التنظيم الخاص المسلح، وهو بيشكله إلى بعض لجان فسميت باللجان النوعية لأنه عمل عدة لجان. وكل الحكاية أنه طور الأفكار التي كانت لدى عبد الرحمن السندي، ولأنه ما يعرفش عبد الرحمن السندي ده كان الذي أسند إليه حسن البنا سنة 39 إنشاء تنظيم سري مسلح يقوم بعمليات اغتيال وقتال وقتل للشخصيات التي تعادي جماعة الإخوان أو التي تقف ضدها حتى ولو بشكل سلمي ولو كانت معارضة. وهو المسؤول عن اغتيال الخزندار، وهو المسؤول هو المسؤول طبعا عن اغتيال المستشار أحمد الخزندار في شهر 3 سنة 48، وهو المسؤول عن عمليات محاولة تفجير سينما مترو أو تفجير سينما مترو ومحلات منطقة نصف البلد عام 47، هو المسؤول عن عملية اغتيال رئيس الوزراء أحمد ماهر قبل كده سنة 45، وهو المسؤول بعد ذلك عن عملية اغتيال النقراشي رئيس وزراء مصر في شهر ديسمبر سنة 48، وهو المسؤول عن كل العمليات الإرهابية حتى تفجير 7 أقسام شرطة سنة 44. يعني استنساخ هذه العمليات ده الأمير الدموي.